مشاهدينا الكرام، منذ ساعات قليلة انتهى المؤتمر الصحفي للدورة 10 من المهرجان القومي للمسرح. هذه الدورة التي سميت باسم الراحلة الكبيرة الناقدة نهاد صليحة. هذه الدورة أعلن أن هناك تطوير كبير في فقرتها وفي المسابقة الخاصة بها. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والناقد المسرحي الأستاذ أحمد خميس. أهلا بحضرتك يا أهلا فندم. وسهلا بك. بداية، يعني تم الإعلان أن هناك تطور وتطوير في مهرجان المسرح القومي لهذا العام، ما هي أهم الأفكار التي طورت وسوف نفاجئ بها الجمهور من خلال شاشة الثقافية؟ الحقيقة يعني الدورة ديت برئاسة الدكتور حسن عطية، والدكتور حسن عطية هو واحد من أهم النقاد المسرح في الوطن العربي. فكر إنه يحط جائزة خاصة بالنقد ضمن الجوائز، ضمن جوائز المهرجان. ففي جائزة للمقال النقدي موجودة لها لجنة تحكيم خاصة، وجائزة النقاد يعني عندها لجنة التحكيم مكونة من 4 أو 5 أعضاء. على جانب آخر، في احنا طول عمرنا عارفين انه في يا اما عروض داخل المسابقه الرسميه للمهرجان او عروض على هامش المهرجان. المره دي في عروض اللي هي على هامش المهرجان، اللي كنا بنسميها على هامش المهرجان اللي هي مش في المسابقه الرسميه. المره دي عمل مسابقه باسمها، وهي جائزه العروض المختاره. جائزه العروض المختاره هي العروض اللي ما بقتش موجوده في المسابقه الرسميه، لكنها عروض متميزه، عروض عندها كفاءاتها. ف التفكير كان انه يبقى في جائزه خاصه بيها، وهي جائزه الجمهور. على جانب اخر، في يعني محطه مهمه من محطات المهرجان تحت اسم نظره ما. نظره ما السنه دي شاف انه لازم يبقى في سبوت قوي جدا على نوع من انواع المسرح. والسنه دي السبوت ده موجه لعروض مسرح الشارع. حضرتك عارفة انه من زمن طويل احنا بنقدم عروض مسرح شارع في الدول العربية، سواء في الدول العربية او في مصر او في العالم كله. تطورت عروض مسرح الشارع في مصر بشكل كبير، بان ثورة 25 يناير وما بعدها. الدكتور حسن عطية الحقيقة فكر في انه يعني الفايل الخاص بنظرة ما يكون موجه لعروض مسرح الشارع. ففي عروض هتتقدم من مصر، وأيضا في عرض جاي من دولة العراق. وفي نفس الاتجاه، في ضمن ندوات المهرجان في ندوة مخصصة لمسرح الشارع. احنا سمعنا ان في عرضين مسرح شارع من العراق. من العراق بالضبط، يعني وكأن المخصصين نظرة ما للعراق، للمسرح العراقي. لا، نظرة هل ما، هذا مقصود؟ نظرة ما هي مقصود بها عروض مسرح الشارع. فكر الناس في المسرح العراقي، وفي مخرج يعني معروف في الوطن العربي اسمه بشار عليوي، راسل الدكتور حسن على اعتبار ان هم يكونوا موجودين في المهرجان. في عرض اخر موجود من جزء تاني من العراق متقدم. المهرجان يعني شويه فاتح المجال لبعض العروض العربيه. يعني مثلا في السنه دي ايضا في فايل مهم جدا، انه في ضيف شرف للمهرجان. وضيف شرف المهرجان السنه دي هو دوله الامارات العربيه المتحده. دولة الإمارات العربية المتحدة في عرض من عروضها هيتقدم في المهرجان، على اعتبار انه احنا عندنا المهرجان التجريبي، لكن الجمهور المصري ما يعرفش بشكل كبير كتير من عروض المسرح العربي. فالسنة دي عندنا عرض من دولة الإمارات، وكان مفروض يبقى فيه يعني ندوة نقدية موسعة بيقدم من خلالها الأشقاء في دولة الإمارات مسرحهم، انواع المسرح اللي بيقدموها عندهم شكلها عامل ازاي، المسابقات المختلفه اللي عندهم شكلها عامل ازاي. وخاصه احنا عارفين احنا بدانا السنه دي مثلا بدوله الامارات. كل المصريين المهتمين بالمسرح عارفين انه دوله الامارات فيه اهتمام قوي جدا
بالمسرح فيها فيها اكثر من مهرجان، بتطلق منها جائزة مهمة في المسرح العربي بشكل عام، وهي جائزة سلطان القاسمي. ف يعني عندهم تطور كبير حاصل في السنوات الأخيرة، عندهم تطور في أنواع المهرجانات، تطور في أنواع العروض، فنيا بيتقدموا لقدام. فإحنا نشوف عرض من عروض الإمارات من المجال ده. يعني في شوية خروج على فكرة ان المسرح القومي مسرح مصري بالأساس هو ويعرض لعروض مصرية، وتم الخروج الى المسرح العربي. يعني هل هناك مسرح أجنبي بقى يعني، ولا لا هو لا حضرتك، مسرح العربي بس؟ هو المسمى الاساسي للمهرجان هو المهرجان القومي للمسرح المصري، وده بيعني في المقام الاول ان احنا نقدم كل الوان واطياف المسرح المصري في هذا المهرجان. لكن الدكتور حسن عطية لحرصه الشديد على فكرة انه يبقى يعني المتلقي المصري بيشوف نوع مختلف من المسرح، بيراقب فنيا نوع مختلف من مش متعود عليه من مسرح عربي، اضاف الجزئيه الخاصه بوجود ضيف شرف المهرجان. وضيف الشرف دوت هو دوله، كل مره هيبقى في دوله هياخد منها عرض واحد فقط، مش هيبقى في المسابقه الرسميه، مش هيبقى في المسابقه بتاعه العروض المختاره، ولكن عرض على هامش المهرجان بيورينا النوع ده من المسرح. يعني العروض المختارة الجمهور في مفاجأة ليه بأنه سيكون الحكم فيها، كيف سيحكم الجمهور هذه العروض، وكيف ستدلون الجمهور على طريقة الإدلاء واختيار الجائزة؟ الحقيقة انه في طريقة اتعملت، وهي طريقة عمل استبيان خاص بالجمهور. كل عرض مسرحي من العروض المختارة ليه مجموعة من الاستمارات، مجموعة محددة من الاستمارات، عشان مثلا لو في عرض بيتقدم في مسرح كبير غير لما يكون في عرض بيتقدم في مسرح صغير، الجمهور هنا غير الجمهور هنا. فتم تحديد عدد معين من الاستمارات لكل عرض مسرحي، وبناء عليه مع مراجعة الاستمارات دي هنشوف مين اللي ممكن ياخد جائزة الجمهور. جائزة الجمهور بالظبط، هي يعني. جائزة يعني جديدة وفي اعتراضات كتيرة حصلت عليها. ايه اهم الاعتراضات استاذ احمد؟ والله يعني انا جالي تليفون، اكتر من تليفون، من مخرجين لقوا نفسهم جوه جائزة الجمهور اللي هي جائزة العروض المختارة، فقالوا لي طب على أي اعتبار هيبقى الجمهور هو الحكم بالنسبة للعروض؟ لو الجمهور هو الحكم يعني كل واحد بقى يروح يجيب قرايبه وأصدقائه، يبقى هم يحطوا له أصوات أكتر وبناء عليه يحصل على الجائزة، يبقى ما فيش معيار فني، في هنا غياب للمعيار الفني. ده كان الاعتراض الأساسي. المهرجان من جانبه يعني عايز أقول لك إنه فكر في انه لا، طب ما نثبت فكرة عدد الجمهور اللي هيراقب العرض ده او هيراقب العرض ده برقم ثابت لكل العروض، سواء بقى اللي جاله كتير اللي جاله قليل، يبقى فيه رقم ثابت بالنسبة للجمهور. وعايز اقول لك انها يعني انا عن نفسي يعني مش 100% مقتنع بفكرة جائزة الجمهور، لان الجمهور مختلف من العرض لعرض. لكن يعني مع الدكتور حسن عطية خلينا نجرب ان احنا يعني ايه نخش يعني طريقة مختلفة جديدة، ممكن مش متعرفين عليها، ممكن مش متوافقين معاها 100%، لكن نجرب. يعني انا اعرف انه في مهرجانات دولية عندها جائزة للجمهور، صحيح، هو والسينما أكتر يعني يعني. هو يعني عايز يقرب شوية من الفكرة ديت، وعايز يبقى يعني هو الدكتور حسن عطية طبعا اكيد مراقب عبر سنين طويلة أهمية مراقبة المتلقي للعرض المسرحي، كان كتير من الدورات أحد أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان، وشايف نفسه قد إيه الجمهور متحمس مع عروض المهرجان، وجمهور متطور. جمهور المهرجان القومي للمسرح المصري هو مش جمهور عادي بسيط جاي بشكل عشوائي، ولكن جمهور ليه علاقة حقيقية وعلاقة قريبة من المهرجان القومي، من عروض اللي بتتقدم خلال السيزون. فهو جمهور متعطش صحيح. للمسرح، واعي بيه وفاهمه كويس، لكن ومن هنا حط جائزة الجمهور. صحيح، المهرجان له جمهوره الخاص غير جمهور المسرح العادي.
يعني عايز اقول لك انه بشكل كبير احنا كتير من الوشوش بنشوفها بتيجي على المهرجان، يمكن في خلال السيزون بنشوف يعني ايه جمهور متنوع مختلف كتير، لكن في جمهور المهرجان بالذات في يعني ايه خاصة انه يعني مثلا عروض من الجامعة بعينها عند شباب معينين من الجامعة بيبقوا عارفين المخرجين بتوعهم، متأكدين انه بيقدموا مادة هم حابينها، فبنشوف في خلال السنوات الأخيرة شفنا جمهور متعودين عليه. يعني الدورة العاشرة تحمل اسم الراحلة الكبيرة نهاد صليحة، يعني غالبا دي أول دورة بعد وفاة بالظبط دكتورة كده نهاد صليحة. بالظبط. يعني ما الفعاليات التي تخص نهاد صليحة في هذه الدورة؟ أولا يعني الفعالية الأولى هي إنه المهرجان سمي باسم الدكتورة نهاد صليحة، دي فعلا الدورة الأولى بعد وفاتها مباشرة، وده احتفاء من المهرجان باسم العظيمة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة اللي أثرت في كل أجيال المسرح المصري، اللي أعطت درس مهم لكل مسرحي مصري كيفيات الاهتمام بعناصر العرض المسرحي، قد إيه في مقالاتها كانت بتحاول بقدر الإمكان إنها تدافع عن الاتجاهات الجديدة في المسرح، بتدافع عن حق الشباب في التواجد في المسابقات الرسمية أو في إعطائهم الفرصة وإعطائهم يعني التوجهات الخاصة بتقديم عروضهم. مثلا كلنا عارفين ومراقبين فكرة قد ايه هي كانت منتمية لعروض المسرح المستقل وفلسفة هذه المجموعة من الشباب، قد ايه كانت مهتمة انها بترعاهم فنيا، بتطور افكارهم، بتتفرج على عروضهم وبتكتب عنها بشكل مستمر. العالم كله كان بيعرف عروض الشباب، عروض شباب المسرح المصري من خلال الدكتورة نهاد صليحة. حضرتك بتسألي على فكرة ايه اللي متقدم لنهاد صليحة السنة دي، في فيلم اتعمل من احد القنوات الفضائية، في قناة فضائية فعلا ابتدت يعني بتعمل موضوع خاص، يعني عندها في قناة خاصة بالمسرح، القناة دي تطوعت بانها عاملة فيلم طويل عن الدكتورة نهاد صليحة جوه المهرجان، الفيلم ده مدته حوالي 40 دقيقة، فيلم طويل فيه معظم المسرحيين اللي تعاملوا مع الدكتورة نهاد صليحة واللي تأثروا بمشوارها الطويل. هل سيكون هناك شهادات خاصة بتلامذة والأجيال المختلفة للمسرح والذين كانوا تحت رعاية الراحلة نهاد صليحة؟ لا الحقيقة ما فيش غير الفيلم، الفيلم ده فيلم عايز أقول لك إنه 40 دقيقة، ده يعني أخذ عشرات اللي ليهم عشرات الناس اللي ليهم علاقة بنهاد صليحة واللي تأثروا بخيالها وأفكارها، وعمل نقاش طويل قوي معاهم. أنا راقبت الحقيقة أجزاء كتيرة من الفيلم وحضرت بعض النقاشات اللي معمولة في الفيلم ده، هو فيلم دسم قوي معبر حقيقي عن علاقة الناس دول بالدكتورة نهاد صليحة. وانا بعتقد انه صحيح انت ليكي حق، المساله مش كافيه، وكان المفروض انه المهرجان يعمل زي مائده مستديره عن نهاد صليحه، واتمنى انه يعني في الايام القليله القادمه يعني رئيس المهرجان الدكتور حسن عطيه واللجنه العليا ممكن يتداركوا الموقف ده ويبقى فيه كده، يبقى فيه مائده مستديره مثلا عن الدكتوره نهاد صليحه بجانب الفيلم، اللي مش هيعرف يشوف الفيلم ممكن يعني ايه يحضر المائدة المستديرة دي، واحنا طول الوقت الحقيقة نفضل متعلقين بنهاد صليحة لأنها يعني محطة حقيقية في المسرح المصري في سنواته الكتيرة الماضية. صحيح، وكانت يعني صلة وصل بين المسرح المصري والعربي والعالمي في نفس بالظبط كده الوقت، يعني بالظبط كده كانت متصلة بكل التيارات وكل الفعاليات. يعني ما الذي ترتب على أو ما أثر غياب دكتورة نهاد صليحة على المسرح المصري؟ يعني كتير من شباب المسرح المصري خسروا سند حقيقي قوي كان بيدعمهم، كان بيقف جنبهم، بيفكر معاهم، بيديهم اطمئنان لفكرة
يعني انت ازاي ممكن تتطور فنيا، انت ازاي ممكن تقف على عناصر القوة والضعف في عرضك المسرحي، لانها نهاد صليحة احد علاماتها المميزة انها ما كانتش بتشوف العرض الخاص بفرقة من فرق المسرح المستقل مثلا، ما بتشوفش العرض ده مرة واحدة، لا بتشوف مرة واثنين وثلاثة، مش عشان هي غاوية فقط انها تتفرج على العرض، لكن غاوية انها تطور من ادوات هؤلاء الشباب، غاوية انها تفعل من افكارهم، تحطهم عند مشاكلهم الحقيقية، وبتكلم معاهم بمنطق ان انا يعني يا ريت نغير، يا ريت نعمل كذا، يا ريت كذا، وهرجع اتفرج معاكم تاني وهرجع اشوف تاني. فشخصية العرض المسرحي عندهم كانت بتختلف باختلافات المناقشة مع الدكتورة نهاد صليحة. جانب مهم اخر هي كتاباتها المحبة والمنحازة لهؤلاء الشباب في الأهرام ويكلي، المقال الأسبوعي اللي كان بيتعرف العالم كله على هؤلاء الشباب من خلال يعني إيه كتابتها عنهم الأسبوعية. عايز أقول لك من جانب آخر، مش معنى ده إنها كانت مهملة للمسرح الحكومي أو اللي بنسميه المسرح الرسمي، لا بالعكس، كتير من العروض المهمة اللي هي عندها صلاحية حقيقية، ولا صلاحية جمالية حقيقية، كانت بتقف جنبها، كانت بتكتب عنها، كانت بتشجع الشباب. أنا فاكر من قريب كان ليها مقال عن أحد عروض سعيد سليمان وهو مخرج متميز، لما جت تكتب المقال بتاعه كان مقدم عرض في مسرح الغد أو مسرح الطليعة، حاجة من تالي مسرح الطليعة، ما جابتش فقط سيرة العرض، لا جابت سيرة سعيد سليمان من بداياته، فهي حافظة كل واحد عمل ايه وقدم ايه، اتطورت شخصيته الفنية عند انهي معايير، الشخصية اختلفت بأي مفهوم، حافظة كويس قوي الجماليات الحقيقية اللي عرف يغير فيها، اللي عرف يشتغل عليها، وبتعبر عن ده بأسلوب ينفع يوصل لكل مثقف عادي، لكل مثقف ملوش علاقة وطيدة بفن المسرح ولكن يحب يقرأ بشكل عام، توصله المعلومة بشكل بسيط بشكل قوي، وفي نفس الوقت يعني تربطه بأهمية المسرح ودوره في تربية الخيال. صحيح، كان أسلوبها بسيط وعميق في نفس الوقت. هناك تكريمات لرواد المسرح في هذه الدورة، من هم أهم المكرمين وعلى أي أساس تم اختيارهم؟ طبعا أساس فكرة التكريم بتكون قائمة على فكرة إنه يعني الشخص المكرم ده هو عنده تاريخ طويل من العروض المسرحية، أو تاريخ طويل من النصوص المؤلفة للمسرح، أو تاريخ طويل من الديكورات اللي عملها للمسرح، أو تاريخ طويل من الموسيقى اللي اشتغل عليها في مجال المسرح. فاحنا عندنا السنة دي في 5 أسماء مكرمين اختارتهم اللجنة العليا للمهرجان، هم الأستاذ سمير العصفوري المخرج طبعا الكبير، عندنا الكاتب والشاعر سمير عبد الباقي، عندنا الأستاذ حسين جمعة، عندنا الأستاذ حسين جمعة طبعا حضرتك عارفة أنه سينوغرافر وفي نفس الوقت مخرج مسرحي عنده تاريخ طويل مع خشبات المسرح غير المعتادة، غير غير اللي هي خارجة التقليدية. عن العلبة الإيطالية، غير التقليدية بالظبط كده. أيضا عندنا الدكتور محمد شيحة وهو أحد أساتذة النقد في أكاديمية الفنون، برضو طبعا احنا بالإضافة إلى أنا آسف بالإضافة إلى الأستاذة الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز الممثلة الكبيرة المعروفة. يعني بالتوفيق دايما. يعني برضو احنا بنتكلم عن فعاليات، ما هي الفعاليات بقى اللي هي تم الحفاظ عليها في المهرجان وسيتم إدراجها في هذه الدورة؟ الفعاليات الأساسية هي المسابقة الرسمية، والمسابقة الرسمية السنة دي تم تقليل عدد العروض اللي فيها، ويعني
يعني عدد العروض السنة دي اللي هي داخل المسابقة الرسمية هم 20 عرض فقط، كان قبل كده كان 35 عرض في المسابقة الرسمية، السنة دي بداية من السنة دي بقوا 20 عرض، والكوتا الخاصة بجهات الإنتاج قلت عشان توافق ال 20 عرض ده. يعني مثلا لو أخذنا البيت الفني للمسرح، السنة اللي فاتت كان عدد العروض المشاركة في المسابقة الرسمية كان 5 عروض، السنة دي بناء على انه تخفيض العروض اصبح 4 عروض فقط. عندنا الثقافة الجماهيرية كان مش عارف كان 4 أو 5، بقوا 3 عروض بس جوه المسابقة الرسمية. مثلا فرقة زي فرقة الهناجر للفنون كان عندهم عرضين، السنة دي عرض واحد فقط. قطاع الفنون الشعبية ليه عرض واحد فقط في المسابقة الرسمية. لماذا تم تقليل عدد المشاركات في المسابقة الرسمية؟ اولا في يعني في اكتر من سبيل في هذا الاتجاه، اولهم انه كان بيبقى في اجهاد شديد جدا على اعضاء لجنة التحكيم في مراقبة مثلا اكتر من عرضين في اليوم الواحد، فدي حاجة. الحاجة التانية تقليل عدد العروض هو اتفاق مع يعني المهرجانات اللي بتعطي جوائز في العالم كله، انه عددها عدد العروض اللي بيبقى جوه المسابقه الرسميه قليل، مش زي كان عندنا احنا، كان عندنا كان 35 عرض. الحاجه الثالثه تقليل عدد العروض هو حافز لمعظم المهتمين والمبدعين انه يشتغل على ذاته بشكل قوي عشان يطلع منتج حقيقي يعرف ينافس بيه بشكل كبير. مش طول الوقت كانت الناس يعني قبل كده مثلا لو قلنا البيت الفني كان ليه كام عرض في المسابقات اللي هي مثلا الدورة الخامسة والدورة السادسة، و كان 7 عروض واكتر من كده كمان قبل كده في المسابقة الرسمية. كان يعني نقدر نقول انه مثلا ربع الانتاج او قريب من نص الانتاج الخاص بالبيت الفني المسرح ممكن يكون في المسابقة الرسمية. لا، السنة دي كان في نقاش شديد ونقاش كبير بين اعضاء اختيار العروض اللي هتمثل البيت الفني للمسرح عشان نشوف انهي عروض يعني ليها حق انها تخش جوه المسابقه الرسميه، وانهي عروض يعني مش هيتم الاستعانه بيها في المسابقه الرسميه ونوديها على المسابقه الاخرى هي مسابقه العروض المختاره. فايه اللي حصل هنا؟ حصل خلخله لهذه العروض، وحصل قراءات نقديه ونقاشات طويله عشان يتم الاختيار من بين هذه العروض، و تصويت داخلي لأعضاء اللجنة عشان يشوفوا فعلا أنهي عرض يستحق، أنهي عرض يستحق. في بقى اتفاق على عناصر جودة وعناصر جمالية مهمة تسمح للعرض ده إنه يخش وما تسمحش للعرض الآخر إنه يخش. في درجات اتحطت لبعض العروض عشان يعني نشوف ده مين يساوي مين، مين ممكن يمثل البيت الفني في المسابقة الرسمية، لا ده ما يسمحش بيه. يعني النقاش ده كان غايب قبل كده، النقاش ده يعني حصل السنة دي عشان يعني تم تقليل عدد العروض. واضح ان المنافسة شديدة جدا، وده لصالح الجمهور في الاخر، بالظبط كده. سيكون هناك عروض تنافسية على درجة عالية. حضرتك في لجنة المشاهدة يعني وصل كم مسرحية في يعني سمحتوا بدخولها؟ 20 في المسابقة الرسمية، 20 لا، مسابقة. انا في لجنة اختيار العروض المختارة، احد اعضاء لجنة اختيار العروض المختارة. ولجنة اختيار العروض المختارة السنة دي كانت مكونة من الدكتورة نبيلة حسن رئيس اللجنة، الدكتور ايمن الشيوي، وهم الاثنين اساتذة في اكاديمية الفنون معهد العالي للفنون المسرحية. كان معانا الاستاذ احمد هاشم الكاتب والناقد، كان معانا الاستاذة داليا همام، وكنت انا احد الاعضاء، وايضا معانا كان الدكتوره لمياء انور، وكانت مقرره اللجنه. فانا كنت في لجنه اختيار العروض المختاره. لجنه اختيار العروض المختاره جالنا عروض من الجامعه، جالنا عروض من المجتمع المدني، من الشركات، عروض من الفرق المستقله، عشان نختار من بينها مجموعه من العروض جوه المسابقه الرسميه ومجموعه اخرى اتحطت في مسابقة العروض المختارة. والحقيقة كان في تنافس شديد بين مجموعة العروض، خاصة أنا يعني كان في عروض كتيرة من عروض الجامعة يعني ما سمحش المجال إنها تشارك، لكن عروض مهمة بجد، عروض عندها فعالية حقيقية وتطور في تقديم العرض المسرحي. يعني حضرتك لسه مخلص تحكيم في مسرح الجامعة مش وعروض تحكيم، كان كنا قبل ده
قبل المهرجان كان في خبر قريته، يعني حضرتك ممكن تصحح لي الخبر. انا كنت في لجنة اختيار العروض المختارة، اللي هي المسابقة الموازية للمسابقة الأساسية. المسابقة الأساسية احنا عندنا مسابقة رسمية، دي اللي هتحكمها لجنة خاصة بلجنة التحكيم تم تحديدها بالفعل. وفي مسابقة اللي هي مسابقة العروض المختارة. مسابقة العروض المختارة جالنا مجموعة كبيرة من العروض، حوالي قريب من 70 عرض، جالنا عشان نختار مجموعة منهم جوه المسابقة الرسمية ومجموعة أخرى هتتقدم في مسابقة العروض المختارة. يعني العروض المختارة في منها طلبة جامعة، وفي منها مجتمع مدني، وفي بالظبط، منها مسرح عروض محترف، مستقلة وفي منها مسرح وفيها محترف طبعا أيضا. احنا كان عندنا كمان كان عندنا عرض من عروض القطاع الخاص، وكنت أتمنى إن هو يشارك في المهرجان، لكن حصلت بعض الظروف ما أمكنش، وهو عرض ليلة. كنت أتمنى إنه يعني يشارك في المهرجان عشان يبقى فعلا يعني تظاهرة بتجمع كل أنماط الإنتاج في المسرح المصري، لكن لظروف خاصة بالأوبرا ما أمكنش إنه العرض يتقدم الحقيقة في المهرجان، وده يعني كان هيبقى حاجة مختلفة، شيء ليه أهميته، لأنه عرض غنائي كبير فيه أوركسترا كامل مكون من حوالي 30 أو 35 عازف بيعزفوا لايف مع العرض، يعني ما فيش نصيب إن هو يتقدم في المهرجان. يعني ان القطاع الخاص يشارك دي فكرة يعني طبعا، وفعلا كان نسيناها من اتقدم، زمان. لا هو اتقدم العرض وتم الموافقة على وجوده في المهرجان، لكن أثناء التحضير حصلت يعني ايه الخطابات اللي ما بين المهرجان وما بين دار الأوبرا المصرية، يعني ما توصلتش لتفاهم حقيقي، وقالوا ان العرض ممكن يتقدم في مسرح الجمهورية. مسرح الجمهورية غير مناسب بالمرة لطبيعة العرض، لأنه عرض ضخم أوركسترا اوركسترا كبير، وما فيش في مسرح الجمهورية حفرة للعازفين عشان يبقوا موجودين فيها. ايضا الديكورات الخاصة بالعرض ديكورات ضخمة، يعني خشبة المسرح في مسرح الجمهورية اصغر بكتير من خشبة المسرح في دار الأوبرا المصرية، فعشان كده ما امكنش لأسباب تقديم إمكانيات تتعلق امكانيات فنية. بإمكانيات فنية وليس بالظبط، لأسباب أخرى. يعني على مدى 10 دورات، ما الذي قدمه مهرجان المسرح القومي للمسرح في مصر؟ يعني طبعا اولا قدم مجموعه كبيره من المخرجين اللي ليهم يعني تاريخ طويل، تاريخ فني مهم في المسرح المصري. كتير من الجوائز راحت لناس اصبح دلوقتي ليهم وجود فاعل في المسرح المصري، اذكر منهم من المخضرمين مثلا ناصر عبد المنعم، من الشباب الجداد حد زي محمد جبر. محمد جبر مثلا قدم عرض اسمه 1980 وانت طالع في احد الدورات السابقة، وهو عرض من الهواة، واذا بعرض الهواة يحصل على الجائزة الاولى من جوائز المهرجان. قبليه كان في عروض من الجامعة، السنة اللي فاتت بس كان في عرض من عروض الجامعة من إخراج السعيد منسي حصل على الجائزة الأولى. ففي خيال بيقول إنه يعني الجوائز معظمها اللي بتتقدم في المهرجان القومي للمسرح المصري هي جوائز فير، ما بيهمهاش قوي فكرة أنت محترف أو هاوي، بيهمها الفعالية الجمالية اللي بتتقدم على خشبة المسرح ودورها في يعني إيه تحقيق تحقيق يعني خيال الفن المسرحي بشكل جيد عند المتلقي، بمعنى انه الناس مستمتعة اكتر بعرض ما، هو ده جمال الحكاية وجمال اللعبة المسرحية. ففي مجموعة كبيرة من الجوائز حصل عليها مستحقيها، خلت الناس دول قدموا مجموعة كبيرة من العروض، بقى عندهم جوائز يقدروا يعني ايه يعني يتكلموا من خلالها. ده جانب. الجانب الثاني، المهرجان القومي للمسرح المصري كرم كتير من المخرجين والمؤلفين والنقاد اللي عندهم، وطبعا المهندسين الديكور اللي عندهم تاريخ مع لعبة المسرح. يعني سؤال أخير برضو، قيمة جوائز المهرجان؟ لا انا اعرف انه مثلا
القيمة الحقيقية للجوائز تضاعفت في خلال الدورة السابقة بس، وهي الدورة اللي كان بيرأسها الأستاذ ناصر عبد المنعم اللي هو السنة دي أحد أعضاء لجنة التحكيم. يعني مثلا جائزة المؤلف الأولى كانت 15,000 جنيه، أصبحت 30,000 جنيه. جائزة أفضل مخرج كانت 15,000 جنيه، بقت 30,000 جنيه. وكذلك الممثل الأول والممثلة الأولى. جائزة أفضل ممثل مساعد كانت حوالي 10,000 جنيه، بقت 15,000. جائزة الممثل الأول دور تاني كانت 10,000 جنيه، بقت 15. جائزة الديكور، كل الجوائز تحركت للأمام. أصبح فيه محطة مهمة بوجود جائزة للدراماتورج. استحداث جائزة الدراماتورج، يعني كان في كتير بيشتكوا ان الدراماتورج ملوش جائزة. لا، ده موجود من حوالي دورتين أو 3 دورات قبل كده، في عروض حصلت على جائز الدراماتورج، وده بقى يعني جزء من سيستم المهرجان. من اكتر من دورتين، يعني بالظبط كده. الدراماتورج مستحدث، يعني بيتقال عن المؤلف المسرحي، يعني لكن ما بيتقالش على لا، في الدراماتورج. فعلا تم استحداث جائزة الدراماتورج، و حصل عليها مرة، حصلت عليها نورة أمين، ومش فاكر مين اللي حصل عليها السنة اللي فاتت. أعتقد كان طارق الدويري ومجموعته بعرض، عرض المحاكمة، لا مش مش المحاكمة، كان في المحاكمة. عرض تاني قدم في مسرح الهناجر، الزومبي والخطايا العشر. الزومبي. يعني احنا بنتمنى التوفيق في الدورة العاشرة، وبنتمنى انها تكون دورة مختلفة بتحمل اسم العظيمة نهاد صليحة، وبتحمل رؤية جديدة للمسرح، لفكرة المهرجان نفسه، ودعوة للجمهور بانه سيكون حكم في مسابقة شديدة التنافس، عالية التنافس. احنا في ختام هذا الحوار بشكر ضيفي الكاتب والناقد المسرحي الأستاذ أحمد خميس، ألف شكر يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي هذه الحلقة من حدوتة مصرية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. يهمني اسمك.